ESPN نتكلم معاه شويه بخصوص الدوري الانجليزي واخر الاخبار هناك. يا مستر داني اهلا بيك، منورنا على شاشه قناه النادي الاهلي. Thank you. طبعا في البدايه عايز اتكلم معاك عن ردود الافعال بعد عدول ليونيل ميسي عن قراره بالرحيل عن برشلونه، وكانت التكهنات كلها بتتكلم في ان ميسي اقترب من الانضمام لفريق جوارديولا مانشستر سيتي. ايه ردود الافعال، وهل ده كان قرار متوقع انه يرجع في كلامه ويستمر في برشلونه، وكيف استقبل مستر جوارديولا هذه الاخبار؟ في الحقيقة هناك توقعات كثيرة خاصة إذا ما كان ميسي ينوي فعلا الرحيل، وإذا كان يريد فعلا الرحيل. هناك أخبار، هناك 70 مليون يورو متعلقة بهذا الموضوع، وإذا كان هذا غير متوقع وإذا كان انضمامه لمانشستر سيتي فإنهم لن يستطيعوا أن يضموه، لأن هناك دائما أمل أنه يرون أنه الأعظم في كرة القدم. لهذا الحديث عن انضمامه لمانشستر سيتي سيكون هذا أخبار كبيرة في هذا الإطار، فسيكون هناك يعني إحباط كبير عند مانشستر سيتي وجوارديولا. طيب ده فيما يتعلق بليونيل ميسي، لكن سوق الانتقالات في انجلترا ساخن جدا، يعني تشيلسي تحديدا عاملين صفقات رائعه جدا، ابرزهم تياجو سيلفا، بعض اللاعبين كان تيمو فيرنر، بعض اللاعبين المميزين جدا، واخرهم كان اللاعب طبعا كاي هافرتس نجم فريق بايرن ليفركوزن، وصفقات قويه بالنسبه لتشيلسي. هل ده مقياس او يدي مؤشر لشكل المنافسه على بطوله الدوري الانجليزي اللي هتبتدي كمان 7 أيام من دلوقتي؟ أعتقد أنت ذكرت لاعبين مهمين والذين انضموا إلى تشيلسي، وسيكون هناك إعادة نظر في عملية انتقالهم خاصة بعد الموسم الماضي. زياك، سيلفا، وهافرت كما ذكرت سيكونون يفكرون أنهم سيكونون بين الكبار في الدوري الإنجليزي وسينافسون مانشستر سيتي، وإذا كانوا سيستطيعون فعل ذلك وسيكون هذا مثير جدا بالنسبة لهم. ولكن إذا نظرت أيضا لمانشستر سيتي فهناك أيضا خذلان فيما يتعلق بميسي، وهذه نقطة هامة جدا ومعادلة صعبة جدا، وكان لديهم فرناندينو في الموسم الماضي، ولكن انضمامه أيضا سيكون مساعد كبير لهم. تمام، ده فيما يتعلق بتشيلسي، واكيد المنافسه اعتقد يعني وانت ممكن تتفق معايا في الجزئيه دي مش هتقتصر السنه دي على مانشستر سيتي وليفربول على غرار اخر موسمين، لا ممكن ينضم كمان ليهم تشيلسي بعد الصفقات الكبيره دي اكيد، صح؟ أتفق، نعم أتفق معك، فلن تنفق كل هذه الأموال دون أن يكون عندك أمل من اقتناس الفرص في المستقبل. أعتقد سيكون هناك منافسة إذا اعتقدنا أو أجزمنا أن اللاعبين سيستقروا ويبدأون في الانضمام إلى الفريق. سيكون هناك بعض المشاكل حتى يستقر، ولكن سنرى ما الذي سيحدث فيما بعد. طيب بالنسبة لنا احنا كمصريين بيهمنا قوي اللاعبين بتوعنا في الدوري الانجليزي، السنة دي هيكون عندنا 5 لاعبين متواجدين في الدوري الانجليزي، محمد صلاح، تريزيجيه، احمد حجازي، النني، والمحمدي. كيف تتوقع ظهورهم خلال الموسم الجديد في الدوري الانجليزي يعني، ومدى اهميتهم بالنسبة لكل فريق هم بيمثلوه؟ أعتقد أن المثير للاهتمام النني في أرسنال لأنه يلعب وسط أرسنال بعد مشاكل كثيرة، وكان يلعب ضد ليفربول
وكان يؤدي أداء جيد جدا، أداء مستقر وجيد جدا. لا أعتقد أنه سيكون أداء فوق العادة، ولكنه سيكون أداء مميزا في استمراره مع أرسنال. أعتقد سيكون هذا مثير للانتباه، وبالتأكيد هناك صلاح أيضا منذ انضمامه لليفربول كان له تأثير كبير جدا في ليفربول. وأعتقد أن هذا الموسم إذا نظرت إلى اللعيبة ستجد الكثير من العناصر الهامة، وهي من الأمور الهامة جدا والعناصر الهامة جدا في الدوري الإنجليزي. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا السيد داني لويس الصحفي الإنجليزي بشبكة ESPN، واتكلمنا معاه في بعض الأمور المهمة عبر سكايب. بنشكره أكيد شكرا جزيلا، سواء فيما يتعلق بميسي اللي قصته خلاص